طيب عايز اخدك لبيتسو موسيماني، رحل عن النادي الاهلي. رايك ايه في رحيل بيتسو موسيماني والظروف اللي احاطت برحيل بيتسو موسيماني؟ كان متوقع انه يمشي، بس خباك يعني حاجه منطقيه جدا. انت خلصت افريقيا خلاص ربنا ما وفقكش فيها، انت البلد الوحيده اللي الدوري بتاعها يخلص 30/8. اي مدرب في الدنيا هيكون حابب ان هو يحضر بري سيزون مع فريقه، فاعتقد ان هو كان متوقع جدا ان هو يمشي دلوقتي عشان ده التوقيت اللي هو يعرف يمضي فيه مع فرقه ثانيه. طب لو استنى ل 30/8 مش هيمضي مع لا فرقه، هيمضي مع مين؟ هيكون خلاص كله بدا، استنى بقى اللي هيعمل اللي بعدها او السنه اللي بعدها او اللي يطلق اهو. فكان بس انا كان متوقع يعني. كان متوقع جدا. اعتقد ان هو حتى لو كان كسب كان هيمشي، كان هيمشي بقرار، بقرار هو طبعا. طبعا بقرار هو ده وجهه نظري برضو طبعا. وجهه نظرك قرار، سيبك ان النيه فين. ممكن كان يحصل امتى هي، انا مش مسؤول. انا ما اعرفش، بس اللي انا كنت شايفه واي حد في مصر شايفه ان خلاص العلاقه كانت خلاص بتنتهي. تنتهي بقى بعد السيزون ما يخلص، بعد افريقيا ما تخلص، بس هي بتنتهي. فهو اكيد دافنت اللي هو اللي اختار في لعيبه كتير. خلي بالك ان مش مصلحه الاهلي انه يمشي دلوقتي.